السلام الله عليكم احبتي، مستمر معكم في كالكولس 1 والانفرس ديفرنشيشن اند انفرس تريجونومتريك فانكشنز. وعندي زي ما انتم شايفين y equals polynomial raised to polynomial، وعندما يكون عندي البيس polynomial ويكون عندي الاكسبوننت polynomial او اي فانكشن في x، لاحظ عندي function of x وهو هنا ايضا الباور فانكشن اوف اكس، لا غنى عن اللن لحل او لايجاد الدريفاتيف، فراح نيجي ناخذ اللن لطرفي هذه المعادله، فيصبح عندي لن اوف واي ايكوالز لن اوف اكس سكويرد بلس 5 تو ذا 5 اكس بلس 3، وسوف نستخدم الان خصائص اللن وسنأخذ هذا الباور ونضربه بهذا اللن، فبصير عندي لن of y equals 5x plus 3 لن of x squared plus 5. الآن نحن جاهزين لنجد الدريفاتيف، ولكن خلينا ننتبه لمسألة أنه عنده هنا برودكت رول. و derivative of ln of y، إذا كتبت واحد على y الحل غلط، لأنه derivative ln of y مش 1 over y، it is y prime over y. ثم نطبق البرودكت رول، نترك 5x plus 3 كما هي، نجد derivative ln وهي 2x، derivative ما داخله على ما داخله أي على x squared plus 5 plus، سنعكس العملية الدريفاتيف الأول 5 ويبقى اللن كما هو. إذا عدنا إلى المطلوب فإن المطلوب منا هو y برايم، وما ظهر معنا هو y برايم على y، نتخلص من y بين نضرب both sides by y. بس في شيء حدث خطأ، أيضا هذا الضرب ليس صحيح بهذا الشكل، لأنه لاحظ في عندي بلس، فعلي أن أضع هذه الأقواس بهذا الشكل حتى أشير لأني أضرب كل هذا بواي وليس جزء منه. إذن يبقى عندي on the left hand y prime equals، تبقى الأشياء كما هي 5x plus 3، then عندي 2x over x squared plus 5 plus 5 times ln x squared plus 5 then y، لكن لا نكتب y هون، خلاص نعود إلى المسألة الأصلية كما تروا هنا ونضرب بما يساوي y like function of x، فرح نضرب ب x squared plus 5 مرفوع على 5x plus 3. أحبتي انتهى حل هذه المسألة، سأرح أحل على هذا الموضوع اللي هو لما نستخدم اللين لإيجاد الدريفاتيف. سؤال أخير وهو هذا السؤال، لو كان عندي y بتساوي x to the square root of x، كيف نجد الدريفاتيف أو نجد y prime؟ ابقى معنا وتابع بنفسك حل هذه المسألة. شكرا لكم.